المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دايما لهم شنال. جسفة إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين وتكونوا ناشطين وتكون الأمور ديالكم في التمام مع جميع السيدات وعلى جميع الحبيبات اللافيات على القناة ديالي دايما لهم شنال. الفيديو ديال اليوم غادي تكون وصفة مختصة بتبييض البشرة التخلص من البقع الداكنة، غادي توضعوها على الوجه ديالكم لمدة 20 دقيقة أو 30 دقيقة وغتكتشفوا النتيجة بالأنفس ديالكم، نتيجة خيالية للتخلص من التجاعيد والتخلص من الإسمرار. صراحة هاد جوج المشاكل كيجوني عليهم طلبات ورغبات بزاف لي ميساجون بريفي وسي هنا في خانة التعليقات هنا في يوتيوب، ف أكيد هاد الوصفة غادي تستفدوا منها قدر المستطاع، غير هو إلا عجبتكم فما فيها باس. وما تنسوناش ايضا بانكم تعملوا ليها شير او بارطاج او تشاركوها مع الحبيبات والصديقات ديالكم في لي جروب واتساب وفي لي جروب فيسبوك، باش ان شاء الله تعمل فائده عند جميع الحبيبات وعند جميع الناس يعني الوفيات على القناه. وهاد الوصفه فيها ثلاثه ديال المكونات، كل مكون اكيد رائع بالفوائد ديالو بالمزايا ديالو لتبييض البشره والتخلص من التجاعيد. ايضا هاد الوصفه كتصفي البشره، يعني الناس اللي عندهم نمشوا الكلاف اللي كيعانوا منه يعني سواء قبل الولاده او مورا الولاده، او الناس اللي يعني مازال صغار يعني في لارج صغيره وكيعانوا من نمشوا الكلف، ف هاد الوصفة هادي غادي تفيدكم في بزاف ديال المشاكل وغتحل لكم صراحة مشاكل كبيرة بزاف. كنتمنى تعجبكم. قبل ما ندوزو المكونات ثم طريقة التحضير ثم طريقة الاستعمال، ما تنسوناش باللايكات باشتراككم في القناة بانكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، جميع الروابط نخليهم لكم في ديسكريبشن بوكس ولا في لاباغ دانفو ولا في صندوق الوصف. ايضا ما تنسوناش بانكم تخليو لينا في لي كومونتير يعني التساؤلات ديالكم والاقتراحات ديالكم وحتى النتائج ديالكم، يعني بعد ما تجربوا اي وصفه طبيعيه خليو لينا كيفاش جاتكم، واش عجبتكم ولا لا، يوسي واش تواتات معكم ولا لا. وعلى بركه الله ندوزو الان طريقه التحضير ونتعرفوا بعدا اول حاجه على المكونات، عاد من بعد ان شاء الله ندوزو لطريقه التحضير وطريقه الاستعمال. نبداو باول مكون اللي هو بودرات نشا او ما يسمى بالذرة او المايزينا اللي كتجيب هذا الشكل هذا. بالنسبه لهاد النشا او يعني الذرة فهي غنيه على التعريف بالفوائد ديالها للبشره ديال الوجه، سواء عندنا بشره جافه دهنيه او بشره حساسه كتبيضوا لينا، كتخليه في واحد فواحد الحله اللي هي مزيانه اكيد. والنشا راه اكيد اكيد الفوائد ديالها لا تعد ولا تحصى للبشره. فهنا خديت تقريبا مقدار 3 ديال المعالق صغار ديال النشا او ما يسمى بالذره او المايزينا. بالنسبه لثاني مكون غنحتاجو ليه اللي هو الماء ديال مطيشه او عصير طماطم اللي كيجي بهذا الشكل. هنا خديت غير مطيشه وحده، حبه وحده من الطماطم هي اللي خديت هنا وعصرتها. ممكن تاخذوا جوج حبات، ثلاثه الحبات، اربعه الحبات، دائما لو شبات يبقى راجع لكم على حسب نتوما وشنو بغيتوا. بالنسبه لاخر مكون معنا هو البياض ديال البيض. بالنسبه للبياض ديال البيض غيساعدنا على التخلص من التجاعيد بواحد الشكل اللي هو رهيب وسريع في نفس الوقت. بالنسبه للبياض ديال البيض، الناس اللي غتسولوني واش نستعملوا البيض البلدي ولا البيض العادي ولا، فانا هنا صراحه كنصحكم بالبيض البلدي يعني اللي ما له اكيد من فوائد. حتى البيض العادي راه فيه فوائد كثيره ورائعه جدا للبشره بصفه عامه، غير هو الا عندكم البيض البلدي فمن الاحسن تختاروه، يكون احسن اختيار. الا ما عندكمش خذوا غير البيض العادي اكيد ما فيها باس. وهنا راه غير بيضه وحده، يعني بيض بيضه وحده اللي خديت، ما خديت جوج يعني بيض ديال جوج بيضات، يعني غير هاد الكميه هذه فهي اللي غادي تكفيني في هاد الوصفه هذه. فهاد الشيء اللي كاين البنات بالنسبه للمكونات، غادي نعاودهم فيت فيت. بالنسبه لهاد الوصفه غادي نحتاجوا المايزينا او الذره او النشا، غادي نحتاجوا العصير الطماطم اي الماء ديال المطيشه، وغادي نحتاجوا البياض ديال البيض. انا هنا خديت غير بيضه وحده، ممكن تختاروا البيض العادي كما ممكن تاخذوا البيض يعني البلدي كما كنقولوا حنا، ومن الاحسن الا كان متوفر عندكم في المنزل تاخذوا البيض العادي يكون احسن اختيار وافضل اختيار. فهادو هما المكونات بعد ما تعرفنا عليهم ندوزو الان لطريقه التحضير وطريقه الاستعمال بسم الله على بركه الله اكيد. ف
فغناخد عصير طماطم على جنب، هو البيض ديال البيض، ونخلي البودره ديال النشا، وغادي نضيف عليها البيض ديال البيض، نحاول نخلط الكل. نحاولوا نخلطوا المكونات مزيان، لانه الوصفه ما غاديش تنجح معكم الا ما خلطتوهاش مزيان، ماشي غير هذه الوصفه وانما اي وصفه طبيعيه. من بعد غادي نزيد الماء ديال المطيشة أو عصير الطماطم، ملعقة أولى وملعقة ثانية، ونخلط الكل. غادي نعاود نزيد ملعقه اخرى، لانه الماء ديال المطيشه ولا عصير الطماطم عنده بزاف ديال الفوائد للبشره ديال الوجه. بعد ما تصبح لنا الوصفه بهذا الشكل هذا، غادي نطبقوها على البشره الوجه ديالنا لواحد المده ديال 20 دقيقه كما سبق لي ذكرت في بدايه الفيديو، ولا 30 دقيقه. من وراها نغسلوا البشره الوجه ديالنا، ومن وراها نكتشفوا النتيجه من الاستعمال الاول. نتيجه رهيبه، فقط خليوها 20 دقيقه او 30 دقيقه على حسب السن ديالكم، على حسب التجاعيد اللي كاينه في البشره، وعلى حسب الاسمرار والبقع الداكنه والنمش والكلف ايضا. فهاد الوصفه سحريه بامتياز، غايه في الروعه، غادي تعجبكم ان شاء الله. ما تنسوش الا عجبتكم تعملوا لها شير او بارطاج، او تشاركوها مع الحبيبات والصديقات ديالكم، باش ان شاء الله تعم الفائده لجميع السيدات ولجميع الحبيبات المتتبعات اكيد. وايضا ما تنسوناش باللايك ديالكم، اشتراككم في القناه، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، جميع الروابط غادي نخليهم لكم اسفل هذا الفيديو، اي في الديسكريبشن بوكس ولا في لابار دانفو ولا في صندوق الوصف ايضا. كل هاد الاشياء اكيد غنخليها لكم،
و الى عجبتكم كما قلت لكم الوصفه ما تنساوش تعملوا ليها لايك وتشتركوا في القناه. وهذا الشيء اللي كاين بخصوص هذه الوصفه، النتيجه راه كتبان اول استعمال، فقط جربوها وردوا علينا. انا نقول لكم نشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده عن قريب، اكيد تكون من الاقتراحات ديالكم. خليت لكم الراحه والهنا ونشوفكم ان شاء الله في البروشين فيديو. بسلام عليكم.